حلوه. اسهل طريقه نعملها احنا عندنا 1200 على 12 كل طابق قديش فيه؟ 100. فراح احط هون 100 وبعدين راح اصفر. خلينا نبدا بالسكتر السفلي. اشوف الثاني بس اول شيء شو هو؟ هذا اي تي تي، اوكي. راح نبدا بالسكتر هذا. السكتر هذا راح ابدا ب 14.4 باسنجرز. عندي 12 طابق، ارتفاع الطابق 4.5. هلا هون البوبيليشن غلط، مش هيك؟ ايش لازم تكون؟ 600. وراح احول، بس قبل ما احول لان ايكوال راح احطها 600. فهلا بنعمل ان ايكوال فلور بوبيليشن. ايش حطهم كلهم؟ هو وزعهم 600 على 12 حطهم 50. فهي عندي 100 100 100. كم صاروا؟ 4. هاي 5، هاي 6، وهدول راح يكونوا اوكي. انا ما عملتهاش 6، خليتهم 12 بس حطيت 0. اذا احط 0 كانها مش موجوده. اوكي ماشي فاهمين؟ بصير نحط 0. ما في مشكله، تحطوا 0 خلص بعتبر كانه هو مش موجود، مش راح يروح عليه ولا بيعمل مونتي كارلو سيميليشن ولا باسنجر عمره راح يروح عليه، مزبوط؟ فهو فعليا موجود عماره بس منظر اللي فوق. زي ما بدكم، هاي اسهل تعملوها هاي الطريقه، لان راح افتح تنين هلا من هدول. رح نفتح واحد ثاني كمان شوي عشان ما نضلش نغير الداتا. ما بتفرق يعني؟ ما بفرق، الزيروز ما بفرق. انه احط 6 و0 ولا احط 12 و0 ولا احط 6؟ نفس الشيء، بيطلع نفس الجواب، تاكدي منه. ابني العماره هاي ب 12 وحط زيروز، وابني عماره ثانيه ب 6 وحط 100، وكملي راح تشوف بيطلع نفس الشيء. تحبوا هلا متاكد منه. عندي 0 0 هون 10000، 2.5، 14.4 بالعشرة، مظبوط هيك؟ احنا جاهزين نبدا، مظبوط؟ عندها 600 14.4 بالعشرة، تمام. نعمل جو. نعمل داتا تشيك، مش هيك؟ ما عملناش داتا تشيك. تو ليت هلا، خليه بس يخلص. طيب اوكي، هي تشيك اوكي. مرة ثانية بس نتأكد نعمل هون. إذا أعطاني تقريبا 112، ها؟ 112، خلينا نكتب هذا الرقم. هلا هذا بالنسبة للسكتر اللي تحت، إيش بتوقع السكتر اللي فوق يكون؟ هذا 112. تقريبا 112 أو 111.929 سكندز. هلا ما بقدر أرجع أغير هون لأنه هذا السكتر اللي تحت، بدي أقارن السكتر اللي فوق، بدي آخذ الأفرج راوند تريب تايم تبعه، الأفرج راوند تريب تايم هي اللي راح أشتغل عليها. هاي هذه تاو إنيشال S1. هلا بدي اشوف تاو انيشال S2 شو بتساوي، وبعدين بدي اخذ الافرج تبع هذول الاثنين. فبدنا ناخذ هلا فايل ثاني. رح نفتح نفس الكود. هذا نفس الكود اللي مفتوح هناك. من هذا الفار رح نعمل نفس الشيء فيه. رح احط 14.4 زيرو بيسمنتس 12، رح احط هون 600 4.5. بعد ما احط 600 راح اعمل هاي ان ايكوال. هلا هدول راح نصفر اللي تحت. وهون راح نحط هدول كلهم 100. نفس الشيء المفروض انه ما ياثر، لو حطيته جراوند فلور بارتفاع عالي للطوابق ما راح ياثر، اذا حطيته بهذا الشكل المفروض يطلع نفس الشيء، تاكدوا منه. عندي هاي لازم تكون 2.5، هاي احنا حطيناها 0 وهاي 0 عشان نكون كونسيستنت. راح احط نفس عدد الترايلز، زيروز من هون وهذا هون ابيك. نعمل تشيك للديتا. هلا ايش توقع الراوند تريب تايم راح تطلع بالنسبه لل 111.9؟ راح تكون اكبر مش هيك؟ طلعت معنا 133.5.
هلا تذكروا احنا عاملين دايناميك الوكيشن، فالكار مره راح تروح تخدم هذا وتقضي 112 سكندز، وبعدين راح تروح تخدم السكتر اللي فوق وتقضي 133.5. ان ذا لونج تيرم ايش راح تكون تاو؟ الافرج، مش هيك؟ اذا هاي تاو اني بوث، قديش الافرج تبع 111 و133؟ 122 مظبوط، 112 و133 اطلع اكثر شوي. 122.7 سكندز. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعدل، بدنا نعدل البي انيشال زي ما كنا نعمل بالاول. هي صارت عندي الراوند ريتيرن. الاختلاف بين الطريقه الاصليه والطريقه هاي انه هون ايش بعمل؟ بطلع الافرج وهلا بشتغل عليه. هلا 122.75 على كم كار هدول؟ ثلاثة بالضبط، ثلاثة كارز. إذا قسمنا الآن على ثلاثة رح يطلع الأفرج راوند تريب تايم للسكتر 122.75 على ثلاثة بعطيني 40.9. هلا هذا بدي أضربه في لامدا، قديش لامدا لهذا السكتر لكل سكتر كانت؟ 0.24. فبيطلع معي الباسنجرز الجديدة 9.82، نزلت كمية كبيرة. هلا بحط 9.82 بالتنين، فهون راح نحط 9.82 نعمل رن. هذا السكتر الاعلى، لا فيش حاجه للتشيك، ما غيرت انا الداتا. 117 بنسجل هذا الرقم. هلا مش هذا الرقم اللي باخذه، بدي اخذ اذا هذا السكتر هذا اللي فوق، مش هيك؟ فمحل هاي هلا بحط 117.16. وبناخذ السكتر الثاني، السكتر الثاني هلا رح نعمل نفس الشيء، رح نحط فيه 9.82. فإذا رحت على السكتر الثاني رح نحط فيه 9.82. هاي بتوفر عليكم إذا مفتوحين تو ويندوز، ما في حاجة بتتغير. أوكي، وهيك جاهزين نعمل رن 9.82 للسكتر. المفروض تطلع طبعا أقل من 117، فبتطلع 95.7. حد يحسب الأفرج الآن؟ 95.7 و117.16. 106.4. هلا بناخذ هاي القيمه وشو بنعمل؟ بنطلع كيل جديده. شو بعمل فيها؟ بنقسمها على ثلاثه، مش هيك؟ لانه قلنا في ثلاثه في هاي الجروب، في كل جروب. 106.4 على ثلاثه ضرب 0.24، عدد الباسنجرز الجديد 8.512. فبنحط هون نفس الشيء 8.512 فطلع 90.06. هذا اي سكتر؟ السكتر العلوي، مش هيك؟ عفوا اللي تحت. اوكي، فصار عندي هاي بدل 95 صارت 90.06. وخليني اعمل الثانيه بعدين بعطيكم الجواب النهائي. فرح ناخذ هاي 8.512. هذا اللي هو السكتر العلوي. حد ياخذ الافرج تبع هدول الرقمين؟ 100.8. هلا بدنا نضلنا مكملين بهاي الطريقه، مش هيك؟ اذا كملنا بهاي الطريقه الجواب النهائي بيطلع للسكترز هدول، بيطلع الفاينل تاو 100.05. فاخر شيء تاو فاينل هذا الافرج للتو سكترز بيساوي 100.5 سكندز. ومنه الان ايش بقدر احسب؟ وبيطلع معي الفاينل. اذا هي الفاينل للسيكتورز هون، بيطلع عندي راوند تريب تايم فاينل بيساوي 100.5 سكندز، بي فاينل بيساوي قديش كان عندي اخر شيء حطينا 8.5، مش هيك؟ هذا بيطلع الفاينل فاليو 8.05 باسنجرز. بيطلع معي الهاند كاباسيتي بتوصل نفس الشيء 12%. خلينا نحط هون هذا سيكتورز
وراح احط بين قوسين اس بتساوي 2 وهذا conventional واس بتساوي 1. خلينا نطلع نقارن هذول بعدين بنطلع الاي دبليو تي والاي تي تي المره الجايه. نحط قديش كانت الراوند تريب تايم الفاينل هون 141.3 seconds. تي فاينل قديش كانت 11.33. طبعا الهاندي كاباسيتي بالحالتين اتحققت والافرج ويتنج تايم احنا لسه ما حسبناها هون. هلا بشكل عام شو بنلاقي اهم نتيجه ايش هي؟ الهاندي كاباسيتي. هلا صاد انا هون على نفس الهاندي كاباسيتي حملت قديش باسنجرز اقل بكثير. شو معنى هذا؟ شو معنى لما بحمل باسنجرز اقل على وانا بحقق نفس الهاندي كاباسيتي؟ لو زاد الضغط الان على السيستم انا في عندي بيجر مارجن. لو حطيت نفس الكارز، ما انا بالنهايه لما بصمم مش بحط نفس الكار. قديش الكار هون احنا رح لو اخترناها 11.33 على 0.8 قديش تطلع؟ حد يقسم 11.33 على 0.8 14.2 وانا اقرب قيمه ايش راح تكون عندي 16 او 17 فراح اخذ 17 باسنجر. قديش الكار لودينج هون؟ الكار لودينج از برسنتج راح يكون 11.33 على 17 قديش هاي؟ 0.66 اذا 66% لودينج. في حين هون راح تكون نفس الكار لانه انا نفس السيستم راح اخليه فراح احط هون كمان 17 فعندي الكار لودينج هون برسنتج رح يكون 8.05 على 17 اللي هو اقل من 50% مش هيك؟ 47%. اذا انا في عندي زياده كاباسيتي هون، هاي الزياده الكاباسيتي بتخليني اني اقدر اتحمل هاي. هلا الاخر شيء نحسبه الاي دبليو تي. الاي دبليو تي عندي كان بالكونفشنال قديش؟ 4.56 اي دبليو تي كان 4.56. هلا نحسب الاي دبليو تي بالحاله هاي، شو الاختلاف الوحيد راح يكون بينهم؟ بس اللامدا او الباسنجرز كمان مختلف. اللامدا هون ايش راح تصير بالحاله هاي؟ 0.24. هون قديش كانت؟ 0.48. فهذه بتصير الان 1 على 0.24 ماينس 1.2 عندي هون 8.05 ناقص 1 بتصير 7.05 على 2 فبيطلع الافرج ويتنج تايم طلع 10.45. قديش كان الافرج ويتنج تايم هون؟ مين احسن الويتنج تايم تبعه؟ هذا طبعا اقل، فانا ضحيت بقديش كم سكند ويتنج تايم للباسنجر؟ حوالي 6 سكند تقريبا، شو استفدت؟ في عندي هاندي كاباسيتي اعلى، بس ايش كمان الاقل؟ راح يكون الافرج ترافلينج تايم. الافرج ترافلينج تايم هون بيطلع بحالة الكونفشنال سيستم 62.8 مش هيك؟ سكند. إذا حسبنا نفس الشيء بالنسبة لهذا راح يطلع معي للسيكتر الأعلى 21 وللسيكتر الأسفل 32. فالأفرج ترافلينج تايم هون بيساوي 21.21 زائد 31.96 على 2 بيطلع الأفرج ترافلينج تايم 26.6 سكند. إيش مقارنة الأفرج ترافلينج تايم؟ في اختلاف هائل بين هذا السيستم وهذا السيستم. لو جمعت الان الافرج ترافلينج تايم مع الافرج ويتنج تايم هون وقارنتهم بالافرج ترافلينج تايم زائد الافرج ويتنج تايم هون، مين احسن كتوتال تايم؟ الجيرني تايم هون احسن. 26 زائد 10 قديش تعطيني؟ تقريبا 36. 62 و5 67 او 68. ها اوكي.